السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. كل عام وانتم بخير. جيت اليوم أعمل معاكم الكعك الفلسطيني على طريقتي. وهلأ أنا يمكن آخر واحدة بعمل الكعك، وهي إن شاء الله بلشت فيه وبلشنا بس ودعك في الكعك. كل عام وانتم بخير. طبعا الطريقة موجودة على اليوتيوب، نفس المقادير ونفس الطريقة. نبدأ نبست في الكعك بالطريقة اللي انتو شايفينها. قد ما دعكته وبسيته بيطلع الكعك لذيذ وطيب وبدوب بالتم. طريقة الكعك بتاعتي كيف؟ ما أجملها وما أحلاها. العجينة تجري جراي معايا، مكونات، طريقة مظبوطة، المقادير عالليبرة. شايفين كيف بتمشي تجري جراي العجينة؟ هذه طريقتي معتمداها من عمر الصراحة. شايفين اليوم صديقاتي وجيراني كلهم قاعدين يشاركوني بأجواء الكعك، الأجواء الحلوة هون في اسطنبول. يا سلام، ما أحلى الريحة، ما أطيبها. شايفين أطفال الحارة كلهم عندي.